خليك مع الله، مالك رب سواه، واطلب ناط غسال غفير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله. بتحية الإسلام يحييكم مشاهدين الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ما زلنا مع أشواق رمضان ونفحات رمضان ونسائم رمضان وروحانيات رمضان، وكل يوم واحدة في رمضان نحب نكون الأفضل، نحب نكون الأقرب لله سبحانه وتعالى، نحب نكون الأفضل مما كنا عليه، ما نحبوش نخرج من رمضان كما اتفقنا منذ أول يوم إلا وأحنا في حضرة الذات العلية. أخذنا الأنوار وأخذنا الطاقة الإيمانية من شهر رمضان كي ننفذ، كي نعمر الأرض، كي نكون فعلا خلفاء ربي سبحانه وتعالى. خلينا اليوم نحكيه في حكاية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة باش ناخذ منها عبرة كي تتعلق قلوبنا بشيء، شيء نحبوه الكل. والنبي عليه الصلاة والسلام تعمد ذلك مع أصحابه، كان يربط ديما قلوب أصحابه بهذا الأمر العظيم اللي تحثوا عليه اليوم بإذن الله جل في علا. يرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة اسمه حرام ابن ملحان، يرسل الأحد قادات العرب باش يعرفهم ويدعوهم إلى الإسلام. فمشى وكان هذا أحد رؤساء القبائل، فتخل عنده السيد ذي، يتقلق كيفاش أنه النبي عليه الصلاة والسلام أصبح عنده أنصار وأصبحت عنده دولة وأصبحت عنده دواوين وعنده وزارات. بدأت الغيرة تدب في قلوب بعض رؤساء القبائل اللي موجودين في الجزيرة العربية. كمشاله سيدنا حرام بن ملحان كلم واحد من الجماعة متاعه، من الحراس متاعه، قالوا إيجا وراه، هو يبدأ يتكلم وانت أغرس السيف في ظهره غدر. والأصل إنه الإنسان الذي يرسل كرسول أو كدبلوماسي بالمنطق المعاصر لا يقتل ولا يؤذى، إنسان حر. هذا إنسان جاء حامل رسالة، وحاملي رسالة هكذا دائما يعاملون معاملة محترمة ومعاملة حسنة ومعاملة طيبة. إلا أن هذا الملك الغادر أمر بقتل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. هو قاعد يحكي والآخر غدروا من الخلف وضربوا. نحب نقول شنو قال هذا الصحابي وقت دخل السيف في ظهره؟ قال فزت ورب الكعبة. فاز باش تيدا تقتل هذا الراجل، ما تألمش، ما قالش آي يا غدار علاش قتلتني، ما بداش يسيح، بل فقط كلمة فزت ورب الكعبة باش فاز. اللي قاتل هذا الصحابي هو اسمه جبار. سي جبار هذا ما نجمش يستوعب كيفاش سيدنا حرام قال وصرخ بهذه القولة فزت ورب الكعبة باش فاز. هذا مات. الناس تعودت الفوز يفوز بمال، يفوز بأرض، يفوز أشياء مادية، يفوز بقصر، ياخو عطية، يولي عنده مكانة أقرب عند السلطان. هذا مات اقتل، علاش يقول فزت ورب الكعبة؟ خرج جبار من هذا المكان وهو يبحث عن رام ابن ملحان حتى لين وسل وتعرف على دين الإسلام وأسلم. بعد فهم علاش سيدنا حرام قال فزت ورب الكعبة، علاش فاز؟ لأنه الذي يقتل في سبيل الله وهو يدعو إلى الله عز وجل وهو يعمر الأرض وهو يحقق مراد ربي سبحانه وتعالى في الأرض مكان الجنة، فعرف أن هذا صح لأنه فرحان، لأنه سينتقل من هذه الدنيا الجنة. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأصحاب، وربط قلوب أصحاب الكل بالجنة، ما خلاهمش قلوبهم تتربط بالدنيا بأشياء مادية من الدنيا. القلب معلق بالجنة، القلب معلق بالموطن الأصلي اللي خلقنا فيه واللي ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه آدم عليه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط قلوب أصحابه بالجنة، خرج من قلوبهم كل الماديات، ما حدش فما أطماع دنيوية، كل الأطماع تتعلق بالآخرة. أنا أريد أن أعود إلى الموطن الأصلي، أنا أريد أن أعود إلى الجنة، فزت ورب الكعبة. وليس حرام بن ملحان الوحيد اللي تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى، بل كل الصحابة. أهم منعرج في حياة النبي عليه الصلاة والسلام واللي حول مسار الدعوة كاملة هو عندما التقى النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة الثانية بأهل يثرب،
والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعاهد معاهم وطلب منهم الحماية أنه يحميه النبي عليه الصلاة والسلام كما يحميه أولادهم وكما يحميه أنفسهم وكما يحميه إنساهم كما يحميه أموالهم كما يحميه ديارهم. هذا طلب النبي عليه الصلاة والسلام، تحبوني نجي عندكم تحميوني. فقالوا وماذا لنا بعدك يا رسول الله؟ طيب احنا باش نضحيوا بصغيراتنا وباموالنا وديارنا وبلادنا كل باش نضحيوا من اجلك يا رسول الله، هاي شنو باش تعطينا من بعد؟ ها باش تعطينا الملك من بعدك؟ نكونوا احنا الخلفاء؟ تقسم لنا كل الاراضي؟ شنو باش تعمل لنا بالضبط؟ قالهم ولكم الجنه فقط، ليس لكم عندي الا الجنه. هذا النبي عليه الصلاه والسلام، هذا كيفاش ربى جيل فريد، هذا كيفاش النبي عليه الصلاه والسلام ربى جيل قدر أنه يغير التاريخ، مسار التاريخ الكل تغير بهؤلاء الرجال لأنها قلوبهم تعلقت بالجنة، ونفضلهم يديهم صلى الله عليه وسلم من كل متاع الدنيا ومن كل أطماع الدنيا. كان نحبه أحنا ننجحه لابد أن تتعلق القلوب بالجنة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع كل الأصحاب. عبد الله بن أنيس النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه، كان فما قبيلة تريد أن تهاجم مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يوقف الفتنة ذاية ويفتن بين الناس اللي قاعدين يجتمعوا من أجل غزو المدينة ويقع حل حتى لا يأتوا هؤلاء ويغزوا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل سيدنا عبد الله بن أنيس وخرج فعلا تحرك من أجل أن يقضي على هذه الفتنة، وفعلا نجح بامتياز وحقق مراد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم عاد إلى الحبيب المصطفى كي يبشره بأنه قام بالمهمة على أحسن حال، وأن الذين كانوا يريدون غزو المدينة قد توقفوا على ذلك وقد تفرقوا في الجبال والفيافي. ارجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قاعد في البيت متاعه مقيل لابس لباس البيت، اللباس الخفيف اللباس العادي، وإذا بجبريل عليه السلام يأتي قبل سيدنا عبد الله بن أنيس ويقول له يا رسول الله عبد الله بن أنيس على الباب. يخرج النبي مسرعا، هو خارج حتى بشي يلبس حواجه وملبسش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعشق حاجة اسمها سلم، يعشق حاجة اسمها توقيف الحروب. لا نريد الحروب، الحروب كلها دمار، الحروب ما فيهاش حتى إنسان ربح، كل الناس خاسرة في الحروب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد إزالة الدماء. كيفاش نوقف الحرب؟ سيدنا عبد الله بن أنيس نجح في إيقاف الحرب، خلينا نجزيوه. فخرج له النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا، نبي يقبله ويحتضنه، وبعد قال له انتظرني انتظرني، نحب يعطيه هدية، يعطيه جائزة. صح، ما شنو باش يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ تخيل معايا عبد الله بن أنيس الآن قاعد يفكر يقول زعما شنو هي الحاجة اللي باش يمدها لي النبي عليه الصلاة والسلام؟ زعما باش يعطيني دنانير، دراهم، ذهب، فضة، شو باش يعطيني النبي عليه الصلاة والسلام؟ خرج له النبي من بيته ومعاه عصاها كبرها، عصا جذع تاع شجرة، مدهول النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول شنو هذا يا رسول الله؟ هذا جزائي، وقفت حرب أنا، كانت الدماء ستسال، كانت المدينة ستغزى، كانت النساء ستصبى والأطفال ستقتل، تعطيني عصا يا رسول الله؟ مد له العصا، قالوا يا عبد الله خذ هذه أمرة بيني وبينك، أتيني بها يوم القيامة أدخلك الجنة. شعطاه علق له قلبه بالجنة. أنت قمت بهذا العمل العظيم من أجل بلادك، من أجل المجتمع متاعك، من أجل المستضعفين من الولدان والنساء، قمت بهذا الكل، جزاؤك الجنة. باهي كيفاش يا رسول الله؟ يمكن ننسى أنا، ها مش نعطيك حاجة تذكرك، نعطيك عصا صغيرة ما عندها حتى قيمة، كان تخرج بيها ما جيبك حتى شيء، ولكن هذيك باش تخليك مربوط دائما بالجنة، باش تذكرك دائما بالجنة. شيخول عبد الله بن أنيس قال والله ما فرقت يدي أبدا من اللي مدالي النبي صلى الله عليه وسلم أنا شددها. تخيل معايا في الليل يحتضنها ورقد بها، سيداش جنة في يده، أمارة بينه وبين النبي. قالوا أتيني بها يوم القيامة، جبالي، قل يا رسول الله العصا وأنا ندخلك الجنة. يا سلام. قال وأمرت أهلي أن يدفنوها معي من بعدي. مش حتى في الدنيا فقط، في الدنيا كانت معاه، في كل مكان معاه، حتى في قبر نحبها معايا. هكذا علق النبي صلى الله عليه وسلم قلوب كل الأصحاب في الجنة. ليس هذه الحادثة فقط، بالكثير من الأحداث والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجازي أصحابه إلا بالجنة. في غزوة الأحزاب النبي عليه الصلاة والسلام حب يرسل شكون من أصحابه يدخلوا في جيش قريش يسمعوا الأخبار وماذا تريد قريش وشنية التخطيطات متاعها وشنية أهدافها، ويأتي بهذه الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم من خلال
أخبار ومن خلال ماذا تريد قريش. فاش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من يأتيني بخبر قريش؟ ما تحرك حتى حد. شكون قادر أنه يخرج من المعسكر بتاع المسلمين ويمشي للمعسكر بتاع المشركين اللي فيه أبو سفيان وفيه عمرو بن العاص وفيه خالد بن عند كل الكبار الصحابة كانوا في معسكر الكفر. شكون ينجم يخرج ويمشي يتجسس عليهم؟ حتى حد. خافت الناس أصحاب النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم؟ الناس كل ساكت. فقال لهم من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة. باش علق له قلبه بالجنة. دائما النبي صلى الله عليه وسلم جزاء شنو اللي عندي؟ ما عندي حد شيء فيه مني أنا، ما تأخو حد شيء، ولكن من رب العالمين عندكم الجنة. هكذا تحلقت قلوب الصحابة. أنا نرى أنه ضعفنا إحنا الآن، وضعفنا في حتى في حركتنا، في بناء مجتمعنا، في إنجاح دولتنا حتى نكون مجتمع قوي ودولة قوية وأمة قوية، لأنه علاقتنا بالجنة أصبحت ضعيفة. حتى الإنسان يقولك تحكي له على الجنة، يقولك لا 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 ما تحكيليش على الجنة، أعطيني الدنيا قبل. قل إن شاء الله أجرك على الله أخوي. لا لا ما تحكيليش أجري على، أعطيني تو، نحب تو، نحب نشوف الآن. طيب والجنة يا من أحياء. فأصبحت العلاقة بيننا وبين الجنة هناك قطيعة، أصبحت القلوب ما عادش ترفرف للجنة، ما عادش متعلقة بالجنة. في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام يحرض الأصحاب وقلهم يلا الجنات، راهي مش جنة، راهي جنات عرضها السماوات والأرض. وبدأ يشحن في الصحابة. أحد الأصحاب سيدنا عمير بن حمام كان يأكل في كعبة تمر لوحهم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شبيك؟ قالوا بيني وبين الجنة كعبة تمر لوحهم، حشيش بيهم. وخرج ترك الأكل وريدوا الجنة. هكذا علق النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب كلهم الجنة، حتى أصبحت القلوب مليئة والناس الكل تخدم والعقول تفكر والناس قاعدة تبدع والناس تحب تقدم حاجة لله ولرسوله. اسمع معي، النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لسيدنا عمر، قالوا يا عمر. قالوا نعم. قالوا البارح رأيت شيئا في المنام. ها خير يا رسول الله، ماذا رأيت؟ قال رأيت قصر أعجب ما رأيت، عمري ما رأيت قصر مثله، فيه من الذهب والفضة وملاته المسك، فيه الياقوت وفيه الجوهر. قال رأيته فقلت لمن هذا القصر؟ فأجابته الملائكة إنه لفتى من قريش. قال فحسبت أنه لي. يعني فما إنسان في قريش شاب فتى أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. ويسحق هذا القصر؟ لا، فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت فوجدت جارية تتوضأ، فقلت لمن هذه الجارية؟ فقالوا إنه قصر عمر بن الخطاب وإنها زوجة عمر بن الخطاب في الجنة. قال فاستحييت وغضبت بصري وخرجت مسرعا صلى الله عليه وسلم. احترام لعمر بن الخطاب. شو يحكي العمر؟ شو حب يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا عمر مكانك في الجنة حاضر، قصرك حاضر، ومرتك تستنى فيك. علق القلوب بالجنة، خلي الناس تخف من ثقال ومن حمل هذه الدنيا. بس تجري تعبانة وماذا بيها تتعبي. طب ما حد شايف في الأخر، في الأخر شو مش نعمله؟ مش نخرج؟ مش نجلس معانا؟ ولا شيء، مش نخرج، يدينا ممدودة، ما في حد شيء ولا شيء. لكن اللي مش يبقى هي الجنة. الإنسان الذكي كيفاش يتعامل؟ يتعامل ويعطي جهده وتفكيره لدنيا زائلة. قد باش نعيشه 60 شوية 80، خلينا نقولوا 100، بقى نزيدوا 20 أخرى، 120 باهية وأنت في صحة جيدة، ما تنساوش كيفاش تتجوز. خلاص ستنتهي الحياة، ستنتقل بعدها إلى حياة أبدية لا تنتهي، ما عندهاش نهاية، لكن إما في الجنة وإما في النار. يعني ممكن الإنسان، إنسان ذكي، يؤثر الدنيا الآخرة على الدنيا هذه. قول لي نحب نقعد في الدنيا هذه خير، ونحب نستمتع، ونحب الدنيا هذه، وناخذها بحلالي وبحرامي، ناخذها بالسرقة وبالخطفة، ناخذها وأنا ملهوف عليها، ولا أنا نعيش في الدنيا هذه بذكاء ونعيش قوي ونستمتع بالدنيا هذه، ولكن قلبي وأحلامي وطموحاتي بالجنة. يا سلام لو نوصل إلى هذه الدرجة ونفكر بهذه الطريقة. خلينا نختمه مع قصة ظريفة جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنية صغيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام خارج في غزوة خيبر. كان النبي من عادته يخرج معه الناس كل، نساء ورجال، يجي في نص الطريق ويقف ويبدأ يرجع الصغيرات ونساء والبنات ورجال كبار والمريض، كل يرجعهم ما يخليهمش يمشيوا يغزيوا معه. فهو ماشي وقف بدأ يرجع في الناس، لقى بنية صغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايش تحملت هنا؟ قالت لا اريد فراقك يا رسول الله، بنية صغيرة تفكر بهذه الطريقة. الرسول خليني معك. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد انتهاء الغزوة وفرق النبي عليه الصلاة والسلام كل حد وحقه،
حتى النبي يرفع فراسه وينظر هكذا من بعيد. فالصحابة استغربوا شبيه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل وهو ينظر عليه الصلاة والسلام، حتى رأيها فناداها تعالي 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 ولبسها شركة النبي عليه الصلاة والسلام، طفلة صغيرة 7 سنين 8 سنين هدية لها. فخرجت فرحانة تجري، قالت ما خلعتها أبدا، هي صغيرة لين عرست لين ماتت وهي لبستها، قد حاجحتها النبي عليه الصلاة والسلام في رقبتي لا أنسيها أبدا. ثم ماذا؟ ثم سألقاه يوم القيامة فأقول له العقد يا رسول الله أدخلني الجنة. حتى طفلة عمرها 7 سنين تعلق قلبها بالجنة. يا رب إن شاء الله هكذا إحنا نجتهد من الآن ونخليه قلوبنا مع الجنة ونخليه قلوبنا وآمالنا وطموحاتنا إنه ربي سبحانه وتعالى يسكننا الجنة ويرضى علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا ربي كما بلغتنا رمضان فاعتق رقابنا من النيران، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وأصحاب الفضل علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وحتى نلقاكم في لقاء آخر أيها الأحبة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خليك مع الله ما لك رب سواه، اطلب ناط غسال غفر return to Allah ناطق الله. خليك مع الله ما لك رب سواه return